احترام الآخرين يعني الشخص المتواضع يحترم غيره، يحترم السن ويحترم الأبوة ويحترم المركز ويحترم أي إنسان، ولذلك يسمونه شخصا مهذبا، يعني اللي طايح في الناس وبيتكلم بطريقة مش لطيفة ما فيهاش احترام يبقى مش مهذب ومش متواضع. لكن الشخص المتواضع شخص ايه؟ مهذب. الشخص المتواضع لا يتعالى على الغير، انما يحترم كل احد ويكون رقيقا ورفيقا مع كل احد. نلاحظ ان ربنا ضرب لنا مثال في هذا الموضوع او عده امثله في انه يكلم يوحنا المعمدان ساعه المعموديه ويقول له اسمح الان لكي نكمل كل بر. كنه يقول لواحد من خليقته اسمح، نوع رقيق في الاسلوب وفي الكلام. وكلمه لكي نكمل كل بر معناها ان السيد المسيح كان يحترم ايضا الشريعه ويخضع لها ويريد أن يكمل كل بر، بل أنه لما أتاه رجل أبرص يطلب تطهيره بعد أن طهره من برصه قال له اذهب أري نفسك للكاهن عشان يقوم لك بعمل اللازم. طب ما انت يا رب رئيس الكهنة الأعظم. لا، الكهنة اللي أنا مديهم مسؤوليات أنا أوقر مسؤولياتهم ويقوموا بواجباتهم وما ألغيهاش. برضو دي نقطة كويسة خالص. أيضا لما دعا شاول الطرسوسي حوله إلى حنانيا الدمشقي عشان يعمده يعمل معاه اللازم، فبرضو معناها إن ربنا اهتم باختصاصات الكهنة، لم يتدخل فيها، احترم الشريعة. أيضا الروح القدس لما دعا برنابا وشاول راح لآباء الكنيسة وقال لهم افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. طب ما أنت موجود وخلاص. لا، أنتوا تقوموا بهذا العمل. وبرضو لما أراد إنقاذ وخلاص كورنيليوس حوله إلى بطرس. يعني ربنا بيوقر اختصاصات الناس ويعطيهم ما يستحقونه من احترام أمام الغير. بل حتى قيل عنه في طفوليته إنه كان خاضعا ليوسف ومريم.